رزق ان شاء الله. ترى الوالده لها دور عظيم اي بالله في كل شيء. انا بالنسبه لي انا صدق صدق يعني بدون مجامله، انا واخواني ربي حافظنا يعني، كان ترى مشاكلنا كثيره يعني، لو تلقون شخص يعرفنا شخصيا يعلمكم يعني، بيعلمكم بن سلطان يعني، بيقول سبحان الرب اللي ستر عليهم يعني. دخلنا في مشاكل اكثرها مشاكل يعني، لكن سبحان الله يا ربي ينجينا منها كلها والله العظيم يا رجال، لدرجه انه جانا ناس قالوا سبحان لي ينقذكم، سبحان لي يطلعكم، تدخلون مع ذا الباب قدامكم 100 رجال يبيكم، ترجعون ما احد يبيكم. والله العظيم يا ابو رباح، والحمد لله يعني هذا فضل الله، ثم الحمد لله برين بامنا وفي نفس الوقت دعواتها لنا. والله كم مره انا تدق علي رجال، كم مره يعني مثلا بطلع برا الرياض او اني في استراحة، يا ولدي اليوم ناقز لي قلبي خليك في استراحة لا تطلع، يا ولدي اليوم كانك تبي تروح وانا ما قلت لها شيء. رجال سبحان الله والله العظيم ما قلت، في اشياء انها تدق علي اقول يمها انت كيف عرفت اني بطلع او كيف عرفت اني بسافر؟ اقسم بالله يا رجالها قالت البارح كذا جاني احساس، او انا يوم قمت جاني احساس، او اني وانا جالسه الحين في البيت تجيني زي الاحساس. وفعلا اشياء سوتها لا اله الا الله، يا اللي يا ابا كنت بروح معهم يصير لهم مشكله، او انه يصير ضرب، او انه يصير رزق لي هنا يعني، يعني لو اني رحت كان ما حصلت عليه. شوف دعواتها تدفع، الله يحفظها لك يا رب ان شاء الله. اللهم امين. والله العظيم والحمد لله، الحمد لله ترى ما دخلت البرنامج الا مستاذن منها، شوف على كبري ولا جيت استاذنت منها. في ناس خلاص من يوم يتوظف ولا من يوم يبلغ خلاص يقول علمي في راسي. ايه هذا غلط. علمي في راسي، اوكي علمك في راسك حتى وانت متزوج وتراجع امك. انا اشترط لكم مثل جريم امس يوم يقول انا متزوج، يقول امي. انا احب الرجل حتى لو عمره 100 سنه ويقول امي اكلمها، امي استاذن منها، والله والله اني اكبر في عيني. اللي في خير لامه في خير للناس. عز الله. اعظم خلاص من يوم يبلغ، يمكن انتم شفتوا كم شخص مر عليكم تلقاه امه تكلمه، طيب طيب لو طلعت جيتكم انا مشغول. دق عليه واحد من اخوياه ولا اي شخص من الناس من عيوني، وش تبون بس؟ مطعم؟ ابشروا امرنا الحلويات واجيكم. شفتوا وش انا خسرت اثنين من اخوياي اقسم بالله علشان الشيء هذا. والله العظيم واحد اني خسرته علشان امه، دقت علي قالت يا ولدي انصح اخوك. اخوتي انا وياه 7 سنين يا رجال. 7 سنين. قلت انصح اخوك، هذا مو بخويك، اخوك. نصحته مره مرتين. لا لانه مشى مع عيال حرام يا ابو رباح. كان والله ونعم الرجل. اصحاب اقول لك اخوتي مع 7 سنين. في خير ورجال وكريم. لكن طاح له في شوف سبحان الله صاحب ساحب، بعضهم مثلا احنا الحين هنا تعرفنا على بعض، اجتمعنا على بعض. كلنا ان شاء الله فينا الخير والبركه، بس يمكن بكره لو طلعت برا تلقى واحد يطلع يمشي يلقى له واحد يقول تعال ادلك على شيء حلو شيء فاهم. يمكن انا وانت والشباب في بعضنا يعرف ويفهم وبعضنا لا، تلقاه يقول تلقى هذا والله شكله ناصح، يمشي معه ما يدري ان الدرب هذا اللي مشى معه مع الشخص هذا يوديه للهاويه، او انه يوديه الاعلان يضره، او انه يوديه لاشخاص في مكان يضرونه. صح. لذلك الواحد لازم يحسب حسابه في كل، مثل ما يقول احسب حساب لسانك وش تقول، احسب حساب رجلك وين بتروح. عز الله. اعرف الباب ذا دخلت معه، هل انت بتطلع معه ولا لا دخلت بتبلش وراه. بتي. بعضهم دخلوا طلع مصيبه ولا مع الطلع راح وراه. عز الله. حفظ لك يا ابو ترك، يعني انت من كلامك انك تقول لا تطلع من البيت او انك بتقدم على شيء او انك مقبل على شيء لانك تدق على امك. ما اجلس معها. لا اذا كنت بعيد يعني. اذا كنت بعيد انا والله اني جالس معها قبل البرنامج، ويوم انقبلت والله العظيم يا رجال اني جايها يوم دق علي علي ذاك اليوم اني داق سلف، انا كنت في استراحه واني رايح لها وانا سهران يومين. تذكرون الحاله اللي جاتنا ما حد قدر يرقد. والله يا رجال درجه حتى اخوياي الله يبيض وجيههم وما قصروا انهم جالسين معي في استراحه يساندوني عشان ما يبوني ارقد. عرفت اللي يعني يلا وحماس وتشجيع ونكلم. يوم جاني الخبر
لقيت سلف ورحت لامي، حبيت راسي، حبيت يدي طلع مرسلت معها شوي، قلت يما الحين انت وقتي خلاص. بالشرطة حلوة اللبن. اي والله والله اول ما جيتها وقبل ما اجي ترفع ايديها وتدعي لي ومرسلت لي حتى الواتساب. الله يوفقك والله، عاد ترى امي اميه شوي يعني الواتساب نحط لها هذا التسجيل. بس رسالة صوتية. عزل. الله يحفظك. الحمد لله، وانا اتكلم عن نفسي الحمد لله. اذا اموري كلها متيسرة ما هو يعني من جهد مني، الحمد لله انها من فضل الله من فضل الله. عزب على طاري البرنامج، انا متيقن تيقن كامل اني ما انقبلت بالبرنامج بعد الله سبحانه وتعالى الا بدعاء الوالده. انا اتصل علي نواف المخلفي، اتصلوا عليه القناه قال ترك مقبول من ضمن ال 50 شخص اللي هي قبل 24، لا عفوا ال 40 شخص. 25 لا 24. المهم يا طول العمر انتظر اتصال ما جاني اتصال، اكلم فلان جاكم شيء ما جانا شيء. أنا نواف المخلفي قال اتصلوا علي وتضيق بي، كان الساعة واحدة في الليل تقريبا إلى الساعة ثلاثة ما قدرت أنام، وأعود واتكل على طاهر وأروح لأمي طول العمر قلت يا أم ترى الموضوع كذا تكفين ادعي لي، قالت أبشر. وأنا أعود وأنا نام والله ثم الله ما صحيت إلا من كثر الرسالة اللي في الواتساب، يا معناته له جروب جنتل ال 24 شخص اللي دخل ما دقوا عليك؟ لا ما اتصلوا علي، ما عينت ما فتحت الجوال الصباح الا وهم ضايفيني في الجروب من ضمن 24 شخص. استاهل فالحمد لله، هذه من دعوه الوالد. انت الحين في الدنيا في ناس بعضهم صلى الله عليه وسلم بعض الناس من عمل عمل سواه عمل سواه والله بحشم بحشم تدري انت.